كانت تصريحات كابتن بيتسو موسيماني، وبرضه بالمناسبه كابتن سيد عبد الحفيظ هو كمان كان ليه تصريحات بعد انتهاء المباراه، قال فيها ان الفريق حقق فوز مهم جدا على امبي بهدفين مقابل هدف، واضاف في تصريحات عقب انتهاء المباراه قائلا الاهلي اهدر العديد من الفرص على مدار شوطي المباراه، والامور تازمت بعد هدف امبي، ولكن الفريق استطاع ان يعود من جديد ويحقق فوزا في غايه الاهميه، كان الفريق في احتياج شديد له. واكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ ان الموسم لسه بدري عليه، الموسم ما زال ممتد، وان الاهلي باصرار وروح وعزيمه حقق فوز مهم جدا قبل سفر الفريق الى المغرب، واختتم تصريحاته بالتاكيد على ان الفريق سوف يغلق مؤقتا ملف بطوله الدوري وسيتوجه الى المغرب بشخصيه البطل، بشخصيه النادي الاهلي. وكمان اشاد بالحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز اللي هيدير مباراه الوداد في نهائي او في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. عموما خلونا نسمع ونتعرف على جانب من تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل كلام. اتفضل. الحمد لله، طبعا يعني فضل ربنا علينا كبير النهارده. يعني عدد من الفرص ضاعت في الشوط الاول، عدد من الاهداف المهدره، في امور كتير قوي ممكن تتحسب. يعني اللي انا شفتها يمكن لمسه اليد ما شفتهاش لان انا في الملعب، لمسه اليد كانت في الشوط الاول بتاعه الشوط الاول او الشوط الثاني اللي الفار استدعاه، او بتاعه الشوط الاول او الشوط الثاني، لكن في واحده لحسام حسن مش ممكن ما تتحسبش، مش ممكن. لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، مكسب كنا محتاجينه جدا، فبعد عدد من المباريات كان فيها اخفاق بشكل كبير، تأزمت المباراه بشكل اكتر في بهدف نادي انبي، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نرجع في تقريبا في الدقيقه يعني 94 و97 حاجه كده يعني، لكن الحمد لله على كل شيء. العالم كله بيتكلم في الكوره عادي جدا، العالم كله بيتكلم في لقطات في المباراه عادي جدا، احنا هنا للاسف عندنا حساسيه كبيره قوي، تحديدا يعني لجنه الحكام لما بتيجي تتكلم على لقطه ولا اثنين وكان دي من المحرمات يعني، لا طبعا عندنا مشكله كبيره في الموضوع ده. المشكله دي مش سببها تصريح واحد بيقوله او حد بيطلع ينتقد حاجه، لا في ناس مغميه عنيها مش عايزه تتكلم في الموضوع ده خالص. يعني عندنا مشكله كبيره في ده، يعني هل احنا يعني باسمنا ومكانتنا تمام، يعني على مدار مثلا كاس الامم الافريقيه او الاولمبياد او كاس العالم للانديه، النهارده انت ما فيش ولا واحد ولا حكم في كاس العالم، فكاس العالم اللي جاي ستة المختارين بتتكلم، ما فيش اي حد منهم، ما فيش غير ابو الرجال. وخلي بالك بقى، على المقابل احنا عندنا مساعدين حكام جامدين جدا، رائعين جدا، ممتازين جدا. على كابتن عصام عبد الفتاح ان هو يراجع الامر، يعني بدل ما هو يعني شاغل نفسه ان هو يطلع يرد علينا في كل كره فيها شك. يعني المباراه اللي فاتت ما سابش قناه، ما طلعش قال لك لا هدف الاهلي، سيبك من التصريح بتاع روح البروتوكول وروح القانون مش هتكلم عليه، ده هو يخصه، يعني يخصه هو، يعني الانجليزي اللي اخترعوا اللعبه وعملوا القانون تمام مترجمين كتاب القانون غلط عند كابتن عصام. لا يعني الكره بالنسبه له الناس دي هي اللي ما فهمتش، حصل في الدوري الانجليزي بعدها بيوم على طول، فيقول لك هم اللي غلط، مش دي بتاعته. لكن اختياره نفسه يعني حتى وهو بيقول روح القانون، يعني انت مؤمن ومصدق ان الكوره مش قانونيه بدليل استخدامك لللفظ، مظبوط؟ او قال روح البروتوكول، يعني استخدامك لللفظ يؤكد ان دي ملهاش علاقه بالقانون، مظبوط كده؟ مش هتكلم على اللفظ نفسه، لكن انا بسال سؤال ليك، يعني انت شاغل نفسك بكل حاجه لينا احنا، طب هل انت مثلا في كل المحاولات او كل المرات يا كابتن عصام بتطلع بنفس الطريقه وبنفس عدد المرات في كل القنوات التلفزيونيه؟ يعني مثلا كره الونش مع كابتن محمد معروف مثلا، هل انت طلعت وقلت مثلا يعني لا تستوجب طرده على الناس ما طلعتش؟ هل انت في كره محمود عاشور في مع محمد الحنفي في طلائع الجيش، البنالتي اللي مصر كلها والعالم العربي والافريقي كله احسبنا ومش عارف ايه الدويتو اللي مش مادي لنتيجه كويسه؟ انا ما عنديش مشكله ان انت يبقى حكم الفار واحد واللي معاه الثاني حكم اخر والاثنين بيساعدوا بعض بشكل كويس قوي، لكن الدويتو بتاع كابتن محمود عاشور ومحمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي ما اداش ثماره خالص اصلا، كل ماتش فيه مشكله. يعني السنه اللي فاتت الاهلي والاسماعيلي محمود عاشور على الفار ومحمد الحنفي على في الملعب، بنالتي لاغايم مش ممكن. السنه دي المصري والاهلي على الفار بقى عكسه، محمد الحنفي على الفار ومحمود عاشور في الملعب، طرد مش ممكن. الزمالك وسموحه بنالتي لكابتن محمد الحنفي، وكابتن محمد الحنفي انا في تقييمي ان هو حكم كويس قوي، في تقييمي كان حكم كويس قوي، بس لقيت في اخر مثلا يعني سيزون في ست ضربات جزاء ما بيتحسبوش خالص. رساله للعيبه خلاص، يعني انت هتقفل الصفحه دي بكل ما فيها. احنا تعبنا في افريقيا جدا من يوم 16/10
من اول رحله النيجر واحنا بنلعب في افريقيا، خلاص فاضل خطوه واحده بس ايا كان الملعب فين نلحق نلعب بقى قبل ما يقولوا لنا لا هتلعبوا 10 نلحق نلعب على طول. يعني هنروح بشخصيتنا بفكرنا، عايزين العدل بالنسبه. انت عارف اقول لك على حاجه معلومه ممكن ما حدش يعرفها، انت عارف ان الماتش ده بتاعنا احنا؟ يعني الماتش ده ترتيب الماتش فيه الاهلي والوداد، طرفه الاهلي والوداد، فاهمني؟ الاهلي والوداد. احنا الاول، يعني المفروض ان احنا صاحب الملعب. فيعني الحاجات اللي هي مناصفه ولا حاجه محتاجه انها انا مش عايز بس يعني يتاخد كلام ان انا بهاجم، ما بهاجمش حد خالص والله. انا بقول لك سلمت على كابتن صباحي في ضربتين في ثلاثه في اربعه في 10، لكن المباراه خلصت، ومجرد ما بتخلص خلاص كل واحد يعني الف شكر ليك والف شكر ليك ونشوف اللي جاي. يعني اخيرا يمكن تم الاعلان عن طاقم التحكيم والمراقبين وكل حاجه لمباراه الاهلي والوداد، هل حضرتك ليك تعقيب على الاختيارات؟ لا يعني طبعا فيكتور جوميز من احسن الحكام اللي موجوده في الساحه الافريقيه طبعا يعني، لكن في النهايه يعني احنا على استعدادنا وترتيبنا وان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله. هي مباراه ختاميه يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى، يعني ايا كان هتتلعب فين ايا كان لحد دلوقتي يعني الامر ايه، لكن احنا في النهايه جاهزين. افصل اللعيبه، هتتلعب في المغرب، هتتلعب بره المغرب، هتتلعب في اي مكان، هنأديها ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى ونكون عند حسن ظن جمهورنا يعني باذن الله. كلام مهم جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ، لا يقل اهميه اكيد برضو عن تصريحات موسيماني اللي فيها نوع من الجراه وفي نفس الوقت فيها العديد من الشفافيه. انا بشوف كده دايما تصريحاته.